صابر يوسف شيبو الصفري مريانا الحجي مباركي الخطاري بقيت لاعبين ولا كركاسي عبد الرفيق بقيت لاعبين في احتياط رمزي العساس الزروالي بيدودان اكرم روماني وفوز البرازيل المدرب اونري كاسبيرزاك زمان انت اللي تابعتي لقاء الذهاب في بانجول تعطينا اهم تشكيله ديال الفريق نذكروا بانه كما قلت الهدف ديال المنتخب الوطني في مقابله الذهاب كان سجلوا لاعب رجاء بشعيب المباركي اللي عطى الامتياز عطى الاطمئنان للمنتخب الوطني باش يفوت هذه المقابله بمعنويات احسن خصوصا كنعرفوا التغيير الكبير اللي عرفوا المنتخب الوطني بعد نهائيات كاس افريقيا. هذه قتله اول فرصه في المقابله تتاح لمصطفى حجي قلت المنتخب الوطني اللي غادي يخوض هذه المقابله بمعنويات عاليه على كره خطيره فرصه خطيره لفئه منتخب غامبيا كره الوراء قذفه من بعيد ولكن بعيده كذلك على مرمى الحارس خالد فهمي للتاهل الى نهايه المونديال الكوري الجنوبي الياباني تمريرة دائرية طويلة في اتجاه حجي ضربة راسية ولكن بعيدة شيئا ما على مرمى الحارس باديم بوزوي شادو مصطفى حجي فقلت بالرغم من تواضع المنتخب الكامبي فهناك مجموعة من اللاعبين اللي كيلعبوا في بطولة اوروبية لقطة جانبية للضربة الرأسية للاعب مصطفى حجي كانت شيء بابوسة صفري راهو تمر في اتجاه الخطاري الخطاري ممتازة ما كاين شروط ما كاين شروط واش عليكم واش اللي واجه إذا الخطاري كيسجل هدف وكانت متابعة جيدة من طرف الخطاري المباركي هو اللي يقذف الشعب وراهم يشاهدوا هذا الشيء جميع العرب الوطني لاحظوا من خلال الصور حيث كل موضوعية عادة ما كاينش هناك شروط لانه الانطلاقة ديال الكرة ما كانش هناك شيء من بعد كيفما غاديين الشروط اذا الخطاري كيسجل الهدف الاول كاين احتجاج كنشوفوا الصور ديال المنتخب الغامبي ولكن الا كان ممكن بالنسبة للزملاء التقنيين هذه سواء مش كبير واش كاين هناك شروط ام لا ولكن فما كاينش هناك شروط بتاتا بحيث الانطلاقه ديال بشعيب المباركي كانت انطلاقه سليمه من وراء اللاعب نشاهدوا مره اخرى وكان صاحب التمريره ديال بشعيب المباركي هو اللاعب الخطاري هناك الان احتجاجات ديال المنتخب بشعيب المباركي اللاعب الخطاري تحيه ديال الخطاري عبد الفتاح لاعب شباب المحمديه لان النتيجه كتغير كتصبح هدف واحد لصفر العالم بعد ذلك مشى الفريق باستيا في محاولة خطيرة وضخ الحارس فهد قلت يعرف بأن اللاعبين الكابيين القامة تولي تساعدهم في ضربة رأسية وحتى بالنسبة نفسيا فاللاعبين الكابيين الآن لازمين ذهابا وإيابا فتلعبوا الكل من أجل الكل لاحظوا الإعادة تدخل جيد محمد حبيب من مواليد 56 من مدينة طرابلس أستاذ تربية بدنية تنفذ ضربة خطأ ممتازة ضربة خطأ تنفذت بوسط الكرة بطريقة ممتازة نشاهدها من زاوية أخرى نشاهد الآن الإعادة كانت ضربة خطأ بطريقة جيدة تدخل ممتاز للحارس خالد فهمي الان كيبان الطموح ديال اللاعبين الغامبيين شاهدوا الاعاده بعمليه ثنائيه كره في اتجاه اللاعب مريانا مريانا كره عرضيه تدخل الدفاع عند الخطاري تقدام هدف جميل هدف من روعة بمكان ممتاز حيد الكرة
ما نزلاتش. هدف بطريقه جميله في الدقيقه 33. اذا النتيجه كتغير، كتصبح جوج الاهداف لصفر. لاحظوا تمريره ليوسف مريالا والاستقبال ديال الدفاع، ما خرجش الكره عند اللاعب فتاح الخطري اللي ما تسناش ثانيه وحده وتيرسل القذيفه وتهزم الحارس توراي باديبو. اذا هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني بواسطه عبد الفتاح الخطري لاعب شباب المحمديه، تيتمكن من تسجيل هدف جميل. الخطري السفري تمريره ممتازه، ولكن فات اثناء الحكم كيعلن على نهايه الشوط الاول من هذه المقابله بتقدم المنتخب الوطني بهدفين مقابل شيء. الاهداف اللي سجلهم عبد الفتاح النشيط عثمان العساس لاعب فريق اولمبيك مغربا على الصوره. كما قلت فمن خلال التركيبة البشرية تنجدوا أن عدد اللاعبين المحليين ارتفع إلى 12 لاعب، فيما هو تتعوض باللاعب عثمان العساس. جريندو، هذه محاولة ديال المنتخب غابيا، تدخل حجي في اتجاه اللاعب الخطاري تي مرة كرة جميلة وقد فاول حجي، كانت تمريرة من رجل اللاعب صابر. طريقة ذكية باش صابر سلم الكرة لحجي. كرة دائرية خطيرة. هناك داودا كامارا، جريندو، انطلاقة اللاعب صابر، تمكن من التمرير ولكن الباكي ممتاز. مريانا عملية واحد اثنين مع مصطفى حجي، مراوغة جميلة، حاول باش يقذف ولكن بعيدة جدا على مرمى الحارس باديبو توري، ولكن التمريرات كانت جيدة بالنسبة لعناصر المنتخب الوطني. بالفعل حتى الفكرة ديال مصطفى حجي باش يقذف بغى يضرب كرة وتكون كرة مقوسة تخدع الحارس توري باديبو. المنتخب الوطني تلاحظوا الإعادة، تمريرة من صابر، ضربة رأسية جيدة لبشعيب المباركي والحارس جميلة في اتجاه مصطفى حجي يصبح في الجهة اليسرى. قد فمليانا هدف يوسف مريانا، ولكن الحكم تيعلن على شروط رجل يوسف مريانا. لاحظ حسن بالفعل قطفة من حجي او تمريرة من حجي كانت قطفة، ولكن المدافع سجل ضد مرماه، ما عرفش علاش الحكم احتسب شروط. فلاحظ يعني المباركي ما لمش الكرة بالفعل، يعني هدف مشروع الحكم كيعلن على الشروط. ونشاهدوا من زاوية اخرى الحكم شاف بانه اول ازرق وثلاث لاعبين، وتمد كره للاعب حجي في موقع كجناح ايسر، تتمر الكره بضربه تمكن يخرج الكره حارس باديبو بعد ضربه راسيه ديال الباك. وزاويه كما قلت الصفري بلقاء جيد، لاحظوا تمريره جميله يعني بدقه اتجاه بشعيب المباركي، لاحظنا رد الفعل ديالو، فبشعيب المباركي يحاول باش يسجل.
الشوط الثاني أحسن بكثير من سابقه. ضربة رأسية منتخب الغامبي. هذه محاولة خطيرة ديال الغامبيين، هناك السلامي وفي الدخل فهامي أمام اللاعب سيسي جاندو للدخل في حق اللاعب فهامي. جريل يوجه اللاعب رقم 10 الحكم محمد حبيب هذه قد فهم الحيل. يا سلام في الاعتماد العساس، قد فهم جميله وكانت تكون اجمل ورائعه كون دخلت الى شباك الحارس بديم. لاحظوا تمريره دائريه ترجع كره مامادو لوم وقد قويه من رجل عثمان العساس. لاحظوا مره اخرى الاعاده بطريقه حسن كذلك باش كنشاهدوا الاعاده. اذا ضربه خطا ولكن بعيدة على مرمى الحارس خالد فهامي. كانت قدفة من رجل عبد الله يكور. ولا لاحظتي زمان تنوج ان في كرسي احتياط. خطارة شادية مات مرار وقدفة ديال اللاعب الباقي. انا في كرسي احتياط نوجدوا اللاعبين ديال المنتخب الاولمبي. كل لاعبين. هذه ثاني قدفة بالنسبة لعثمان العساس حوالي 20 متر. لاحظوا قدفة قوية ما مشاتش بعيد على مرمى التوت يقوم بها على بنجاح كرجل تغطية وهو المركز الذي يشغله في الرجاء البيضاوي. بيدودان كان قريب على الرغم من خروج وضربة ركنية فائدة المنتخب الوطني المغربي. كانت متحسس ما تمكنش باش يخطف هناك تدخل دفاع منتخب الغامبي. دائما محاولات جاده ديال المنتخب الوطني بالكعب بدودان او بحراس صفري اللاعب. كانت هذه القطفه ديال الصفري وكانت ايضا التمريره ديال السلامي في الدفاع حيث ما كاينش شروط. ما كاينش هناك شروط الان. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني سابق والعارضه هدف. بدودان ما تمكنش باش الطريف. اعتقدت بان الكره مشات للشباك ولكن شيئا ما الكره تتمر جانبيه. لاحظوا بدودان ما كانش محظوظ حيث الكره كانت ترتطم بالعارضه ومره اخرى تدخل الخطاري. انا غادي
شافوا من زاويه اخرى بحيث ان الكره خطمت بالعارضه بعد الضربه الراسيه ديال هداف البطوله الوطنيه اللاعب مصطفى بن جدعان. الخطاري ما كانش موفق باش يرجع الكره الى شباك الحارس تراي باديم. هناك شوط احسن خلال الجوله التاليه. شي خرج الحارس توري بادينفو غادي نشاهدوه بالعرض البطيء كادت ان تخدع الحارس بحيث الكره مرت جانبا من شباك الحارس توري بادينفو. سجل عند مريانا تيمر الكره عرضيه ممتازه كانت موقع جيد بجدان باش يسجل الهدف الثالث. جميلة من يوسف مريانا فهذا هو الاسلوب اللي تيحاول المدرب الوطني يركز عليه بشكل جيد بحيث يعتمد على التمريرات ديال اللاعبين اللي المفروض يكونوا كظهير ايمن وكظهير ايسر ولكن في الوقت اللي يكون هجوم وفات الأثناء الحكم تعلن على نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل لا شيء مقابلة